قطي في اليوم. أشكر صحيفتنا المحبوبة القطيف اليوم برئاسة أستاذنا الكبير. نشكر يعني القطيف اليوم على هذه المبادرة الطيبة وأخر. شكرا لكم القطيف اليوم على هذه الاستضافة. ويعطيكم العافية القطيف اليوم على هالتواجد وتفضلوا. والتوفيق وشكرا يا قطيف اليوم. أهلا وسهلا بالمشاهدي قطيف اليوم. طبعا سعيد جدا أن أتحدث لهذه القناة المهمة اللي تابع أخبار المنطقة أولا بأولا. أنا أحب أشكر قطيف اليوم على تواجدها لتغطية هذا قطيف اليوم. طبعا بنشكرهم على وجودهم معنا النهاردة على دعمهم لينا كمكتشفة موجودة في القطيف وكشريك لينا إن شاء الله في المجتمع القطيف. شكرا جدا للقطيف اليوم. شكرا لحضراتكم. شكرا ليك نفسها وتتابعنا دايما على القطيف اليوم والسنابات. ونشكركم أيضا أنتم سناب القطيف اليوم الذين تواجدتم في افتتاح هذه المبادرة وفي ختامها هذا اليوم. على هذه الاستضافة الجميلة أيضا سناب القطيف اليوم على هذا الحضور الجيد والتواصل الاجتماعي الممتاز. إلى الجميع وأقدم شكري إلى قطيف اليوم. أشكر طبعا سناب القطيف من وقفتهم الفعالة. نعم مع هذه المشاركة ونتمنى لهم نعم دوام التوفيق والسداد. أنتم يعني شباب القطيف وسناب القطيف. شكرا لكم على هالعمل الإعلامي وهالعمل الاجتماعي وهالعمل التطوعي. الله يعني يسعدكم. سناب القطيف اليوم. سناب القطيف اليوم. سناب القطيف اليوم.